أعلنت قطر انسحابها من المبادرة الخارجية لحل الأزمة في اليمن، وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية إن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية قد أجرى اتصالا هاتفيا مع عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأبلغه بهذا القرار موضحا له بأن الدوحة اتخذت هذا القرار مضطرة بسبب المماطلة والتأخير في التوقيع على الاتفاق المقترح في المبادرة مع استمرار حالة تصعيد وحدة المواجهات، بما يتنافى مع روح المبادرة الهادفة إلى حل الأزمة في اليمن في أسرع وقت بما يحقق طموحات الشعب اليمني.